اللهم صل على محمد. ما معنى صل على محمد؟ اللهم صل على محمد، تسأل الله أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة. والثناء عليه دليل على الرضا عنه وعلى رفعة منزلته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما معنى آل محمد؟ آل محمد هنا هم أتباعه على دينه، لأن آل الشخص من يتبعه. قال الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على ملته التي هو عليها. فعلى هذا يكون مراد بآل الرسول أتباعه. قال الشاعر مبينا ذلك: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لأن بعض الناس قال آل النبي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول على إطلاق لا يصح، لأننا لو قلنا آل النبي قرابته دخل في ذلك أبو لهب. نعم، ومعلوم أن هذا لا يشمله الدعاء له بالصلاة.